وهكذا معاشر المسلمين، هناك من يقضي أوقاته على الجوال وعلى وسائل التواصل، فيا أخي نحن طيلة السنة ونحن على هذه الجوالات، فلماذا لا نتركها في هذا الشهر أو لا نرجع إليها إلا للحاجة وفي أوقات قليلة؟ ولتكن جل أوقاتنا في هذا الشهر المبارك في الطاعات والمسابقة في الخيرات والبذل والإحسان وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن.